موسوعة أهل البيت المصورة عليهم السلام، الإمام المهدي عليه السلام، القائم عليه السلام، ولقاء المحبين. الشفاء. نشأ الفقيه نجم الدين يتيماً، فقد مات أبوه وهو فتى صغير، وماتت أمه، فأخذت جدته ترعاه وتسهر عليه. وكان الله تعالى ابتلى هذا اليتيم بمرض الفالج، أي الشلل، فتولت الجدة الطيبة علاجه بكل علاج بعد رحيل والديه، وراحت تذهب به إلى بغداد لعرضه على الأطباء الذين أعطوه الأدوية الكثيرة لتعود به إلى قريته التي لا تبعد عن مدينة الحلة العراقية كثيراً. ورغم فقر الجدة المؤمنة، إلا أن حنانها وحبها لحفيدها جعلها تعمل رغم كبر سنها وضعف جسمها ووهنه لتجلب المال كي تطعم نجم الدين وتشتري له الدواء بعد الدواء، عسى أن ينفعه ويبرأ من علة الشلل. ولم تفارقه، فهي تجلس قرب سريره طوال الليل، تسقيه الماء إذا عطش، وتطعمه إذا جاع، وتعطيه جرعات الدواء في أوقاتها وحسب إرشادات الأطباء، ولكن لم ينفعه كل دواء تناوله. وحين يأتي رزق وافر من الأموال للجدة، تعاود الكرة وتعرض نجم الدين على الأطباء وتخبرهم أن الدواء لم ينفعه، فيصف له دواء آخر بعد أن يأخذ له التحاليل الجديدة ويصور بالأشعة ساقيه وأقدامه المشلولة. وهكذا ظلت الجدة سنين طويلة على هذه الحال، ولم تشعر بالملل والتعب، وكلها أمل بالله سبحانه وتعالى أن يعيد لنجم الدين صحته، كما أن المريض المؤمن لم ييأس من رحمة الله. وكان هو وجدته يدعوان الله كثيراً أن يمن عليه بالشفاء ليكون خادماً للدين ورجلاً نافعاً في المجتمع يؤدي دوره الصحيح في الحياة بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى عليهم السلام ومولاه صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد صدق أكثر الأطباء الذين تم عرضه عليهم في تشخيصهم أن الساقين والقدمين ضعيفة ولا تستطيع حمل جسمه، كما لم تستطع الحركة برشاقة، وأن الإحساس فيها ضعيف، وبالنتيجة فإن مرض نجم الدين مرض عسير يحتاج إلى مريض هادئ وعاقل ومؤمن. وعلم المؤمنون من أهل الحلة بحاجة نجم الدين الشاب الصالح إليهم، فأخذوا يزورونه ويقدمون له ولجدته ما يحتاجه من دواء وأموال كواجب ديني وإنساني، وذلك بعد أن أدركوا أن الجدة لا يمكن أن تستمر بالعمل من أجل جلب الطعام والدواء لنجم الدين، لأنها امرأة كبيرة ومتعبة، وراحوا لا يبرحونه ويعودونه في أكثر الأوقات. وحمله بعضهم في مرات عديدة إلى المستشفيات والأطباء، وعادوا به إلى الدار، وكان نجم الدين خجولاً ويشعر أنه قد كلف المؤمنين من معارفه وجيرانه الكثير من الأموال والعناء، فيقول لهم: عسى الله أن يعيد صحتي لأجازيكم عما قدمتموه لي من خدمات. فيبتسم الجميع بوجهه ويدعون له بالصحة والشفاء، ويذكرون له أن ما يقدمونه له ليس إلا من باب التكافل الاجتماعي بين المؤمنين، هذا التكافل الذي يرضي الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. وأشار بعض المؤمنين على الجدة أن تأخذ نجم الدين إلى مقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الموجود في مدينة الحلة، وهو مقام قريب من دارهم ولا يبعد سوى بضع كيلومترات، وحدثوها عن قدسية هذا المقام الذي صلى فيه المولى صاحب الزمان عليه السلام،
والكرامات التي ظهرت فيه للعديد من أصحاب الحاجات والمضطرين الذين توسلوا إلى الله تعالى في ذلك المقام الطاهر. ولم تعترض الجدة ونجم الدين على هذه الفكرة، بل رحبا بها أشد الترحيب، وفي صباح اليوم التالي ذهبا إلى المقام الطاهر، وهو مقام بسيط وصغير تعلوه قبة صغيرة، يأتي المحبون لأهل البيت وصاحب الأمر عليه السلام للتبرك والصلاة فيه. ونزلا عند المقام وبقيا يصليان ويدعوان الله تعالى ببركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يمن بالشفاء على هذا الفتى اليتيم المؤمن طوال اليوم الذي حلا فيه زائرين للمقام الطاهر. وقررت الجدة ونجم الدين أن يقضيا الليل في المقام ويعودا في اليوم التالي إلى منزلهما. وبعد أن صلت الجدة المؤمنة الصابرة ونجم الدين العليل صلاتي المغرب والعشاء في المقام وتليا القرآن وزيارات الأئمة الطاهرين عليهم السلام وزيارة صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، افترشا فراشيهما داخل المقام وناما. وبعد انتصاف الليل وقرب حلول الفجر جاء الإمام عليه السلام إلى نجم الدين وأيقظه وطلب منه أن يمد يده إليه، فاندهش نجم الدين من هالة النور التي تحيط بالإمام عليه السلام وهو مسرور، فمد يده للإمام عليه السلام الذي أمسك بها وأنهضه من فراشه، فإذا بنجم الدين واقف صحيح الجسم وقد ذهب عنه الفالج تماماً، فأيقظ جدته التي شاهدت حفيدها واقفاً على قدميه سليماً وهي مندهشة، وقص عليها الحفيد رؤياه فخرت ساجدة إلى الله تعالى بسجدة الشكر وهي تبكي من فرحها وشفاء حفيدها ببركة الإمام المنتظر عليه السلام. وعرف الناس الذين كانوا يرقدون في مقام صاحب الأمر عليه السلام وضجوا بالتكبير والتهليل والصلاة على محمد وآل محمد، وعلت أصوات التكبير من مكبرة الصوت، فاستفاق الناس الساكنون بالقرب من المقام وتوجهوا نحو المقام وعرفوا الكرامة، فاجتمعوا حول نجم الدين يعانقونه وينثرون الحلوى حوله، وكادوا يمزقون ثيابه من شدة الزحام عليه وهو واقف مبتسم ليس فيه أثر لمرض أو أثر لعلة كانت قد زامنته سنين طويلة. وعاد إلى بيته واجتمع حوله أكثر أهل مدينته والقرى المحيطة يستمعون منه إلى ما حدث وما رأى وكيف رعاه المولى صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد أن استجاب الله دعاء نجم الدين والجدة المؤمنة، وترتفع أصوات هؤلاء الناس بالصلاة على محمد وآل محمد. فقرر أن يكون طالب علم، وفعلا برع في العلوم الدينية حتى أصبح فقيها مرموقا يجتمع عنده طلبة العلوم الدينية والناس لينهلوا من علومه، ووسع داره كي تستوعب الدارسين عنده والمستفتين من علومه، وسميت داره بالمعشرة وهي دار معروفة عند الناس في زمانه وحتى وقتنا الحاضر. وكان كل ذلك بفضل وكرامة المولى صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومنة الله تعالى الذي لا يضيع أجر المحسنين.